Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Amma ba'd. فإنني عندما شرفني سيدي الشيخ هشام البرهاني حفظه الله تعالى بأن أتكلم عن سيدنا الشيخ أحمد الحارون رحمه الله تعالى فرحت وسررت كثيرا، لأن كل واحد يحب أن يتكلم عن أحبابه، ولكن هذا الفرح تبدل بعد برهة بشيء من البس والهم، وخاصة لأنني طوقت أن أتكلم عن رجل حار فيه أهل زمانه، وعن عارف أقر له العارفين بالعجز عن فهم مداركه. ولقد أخبرني رجل ممن سألته قبل هذه الجلسة المباركة بأنه رحمه الله تعالى كان فيه صفة الجمع لكل شيء، وأن لعبد حقير مثلي أن يتكلم عن صفات رجل اجتمعت فيه هذه الخصال الكاملة. ومما زاد في بثي وهمي ما اطلعت عليه من كلام الإمام الشعراني رحمه الله تعالى في ترجمة سيدنا الشمس الحنفي في طبقاته، عندما تكلم عمن ترجم هذا الشيخ الجليل فقال: والحق أنه لم يحف علما بمقام الشيخ رضي الله عنه حتى يتكلم عليه، إنما ذكر بعض أمور على طريقة أرباب التواريخ وأهل الطبقات، بل لو رام الولي نفسه أن يتكلم على مقام نفسه لا يقدر كما هو مقرر. ولكن أستعين بالله سبحانه وتعالى طالبا منه العون والسداد: ربنا هب لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فإن أصبت فالفضل لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأخرى فهي مني ومن الشيطان، ونسأل الله سبحانه وتعالى الصفح والغفران. وفي البداية فإني سئلت: ما هو وجه الرابط بينك أيها العبد الحقير وبين ذلك الشيخ العظيم الجليل؟ وأظن أن الرابط هو ما اشتهر على ألسنة كثير ممن لازموا سيدنا الشيخ أحمد الحارون رحمه الله تعالى، بأنه كان يقول: ممدوح ابني، ممدوح النص يكون والدي رحمه الله تعالى، وهذا بلغ حد الشهرة. وهناك مقولة لم تبلغ تلك الحد من الشهرة، لكنني سمعتها من والدي رحمه الله تعالى ومن بعض أناس آخرين، وهي تكملة لتلك المقولة، أنه كان يقول: ممدوح ابني وأولاده أولادي. وأنا إنما أتكلم لأنه شرفني بهذه النسبة إليه رحمه الله تعالى، وجزاه الله تعالى عني وعن سائر إخوتي وعائلتي خير الجزاء. بعد ذلك المصادر التي استقيت منها هذه المعلومات، خاصة أنني كنت في السابعة من عمري عندما انتقل إلى رحمة الله تعالى، وأنا من أجهل الناس بوقائعه وأحواله، هو ما سمعته من والدي رحمه الله تعالى من المآزق. فهي قصة بجزء ترد علينا فيها سادات العلماء، لكن أنا سأشرحها بعد ذلك. مرة دخل الشيخ على مسجد الأموي هو وصاحبه مع شخص ثاني، فقد تقدم سيدنا الشيخ لكي يصلي بصاحبه. الأموي معروف شو هو الأموي، أي واحد بيصلي شو بيصير بعدين؟ صف طويل بيصير. فالشيخ هو عم يركع في صف، شاف صار صف طويل وراء طويل عريض، هو من أصحاب التحمل، هلا رح يجي معنا شو السبب في ذلك. فصار يطيل الركوع طويلا والسجود طويلا، وفي إحدى السجدات الطويلة
أخذ فرماته وهرب. وهذيك ساجد سبحان الله سبحان الله، بعدين واحد رفع رأسه قال له إمامكم هرب. هم على وصف معين أو كذا، كل شوي شوي قال له يا سيدي بتحب تتسطح؟ قال له لا بدي ضل قاعد. قال له سيدي بتحب ندور لك هيك؟ لا بدي ضل قاعد. صلي العشاء؟ لا بدي ضل قاعد. بعد ما راحوا قال له البعيد أنت حمار، هدول جايين عم يعتقدوا انه فينا، عم يحسنوا الظن ويعتقدوا فينا الولايه، نحن كيف لازم نستقبله؟ وهذا في قصه عن النبي صلى الله عليه وسلم تشبه ذلك. شو هي؟ انه لما قتل سيدنا عكرمه ابن ابي جهل في غزوه احد، قتل رجلا من الانصار اسمه المجذر ابن زياد. لما قتله سيدنا عكرمه ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الأنصار يا رسول الله ضحكت أن رجلا من قومك قتل رجلا منا؟ قال له لا، إنما ضحكت لأنه قتله وهو في رتبته في الجنة. سيدنا عكرمة أسلم بعد ذلك واستشهد بأجنادي، كان شهيد مثل الشهيد. نعم. فهؤلاء الأولياء عندما يفعلون ذلك يكون نظرته إلى العاقبة وإلى الحقيقة، لا إلى الظاهر الذي ظهر أمام الناس. ولذلك لشدة تحمله كان من أشهر دعواته إذا أراد أن يدعو لرجل يقول له الله لا يسلط عليك حمار. وأيضا من أخلاقه أو مما كتبه الله تعالى عليه الظهور، هذا ما في شك أبدا، كان له ظهور عظيم بين الأولياء وبين العلماء وبين سائر طبقات الناس. الناس بيفكروا ان الظهور شيء عظيم كثير وفرحه وكذا، لكن اذا نظرت الى شيء مما ذكرناه هو تحمل وهو مسؤوليه اكثر مما هو يعني مفخره وشرف. فلذلك انا اقولها، انا اجترأت على والدي مره، قلت له انت شو استفدت من جلستك مع الشيخ احمد طول هالسنين؟ يا ابني يوم القيامه انت تاتي في منزلتي بس بدون تعب وبدون ظهور وبدون مشاكل. يعني من حرصه وحبه لوالدي أراد له نفس المنزلة لكن بدون التعب الذي تعبه رحمه الله تعالى. لا تظن أن الظهور أمر مثل ما بيقولوا الظهور يقسم الظهور، صحيح هذا الكلام؟ نعم. وهذا الخلق منه رحمه الله تعالى، هذا تحليل من عندي قد يكون صحيح أو لا يكون صحيح، سرى إلى عصره. شو يعني سرى إلى عصره؟ يعني العصر الذي وجد فيه إذا أردت أن تعدد الكثير من الأولياء كان كثير من الأولياء ظاهرين في ذاك العصر، وإذا أردت أن تعدد كثيرا من علماء الشريعة من مشايخنا الذين عمروا هذه البيضة أيضا في تلك الحقبة كان هناك العديد من علماء الشريعة الذين كانوا يزينون ويضيئون مجالسنا ومساجدنا، ولعل هذا هو من خلق قطب ذلك البلدة الذي كان من خلقه الظهور. لعل ذهبا لعداء إيادة الشيخ توفيق الأيوبي رحمه الله تعالى. الشيخ توفيق الأيوبي صاحب اعتقاد بسيدنا الشيخ أحمد الحارون ومن أهل العلم، قال له يا شيخ أحمد كيف القدوم على الله؟ يا شيخ توفيق علمك وعملك وعبادتك وظاهرك وباطنك كله ترمي وراء ظهرك وتقدم على الله من باب الذل والافتقار، ومسك بإيد تلميذه ومشي. لما طلع على تلميذه سيدي يعني كثير استعجلت، قال له ايش بده اقعد ساوي؟ سيدنا عزرائيل واقف فوق وبده. مره احدهم لما لقى عمي وزي ومظهره هكذا أراد أن يفتنه عن دينه في زعمه، قال له أنتم تدعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيكم عرج إلى السماوات بجسمه الشريف، طيب هنيك ما انزحم ما في قضاء حاجة ما في شيء؟ قال له بلى والله الحق معك مظبوط، هيك صار هو معه، شايف كيف؟ بس أنتم شلون الدعاء عن طريق شيء؟ فوصل معه بالدعاء على طاقة بين السماء والأرض عند كبيرهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان اكل كبه يوميتها وما لقى غير هالطاقه ونزلت كلها على راس هذاك الرجل. سيدنا ابراهيم، في سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر
ذكروا أيضا عن سيدنا الحسن البصري ابن سيرين، أيوة، فهو كان من أصحاب الجمال، كان من أصحاب الدعابة. ولا تؤاخذوني إذا تكلمت في بعض الكلمات التي لا تليق في هذا المجلس، هو كان يستعملها في مجلسه، وكان يقول لهم في المثل 1000 كلمة طير ولا كلمة على الغير. كان. وقبل أن أبدأ في الكلام على كرامته، أنقل لكم ما قال سيدنا الشعراني في كتابه آداب العبودية عندما تجلى له الله سبحانه وتعالى، قال له: عبدي لو أطلعتك على جميع الكائنات وعدد الرمال واسم كل ذرة منها والنبات وأسمائها وأعمارها والحيوانات وأعمارها وأنسابها إلى أصولها من الوحش والطيور والحشرات وسائر الدواب، وكشفت لك عن ملكوت السماوات والأرض والجنة والنار وما فيهن ظاهرا وباطنا، وأنزلت المطر بدعائك، وأحييت الميت على يدك، وأجريت على يدك جميع ما أكرمت به عبادي المؤمنين، إيه؟ لست من عبوديتي في شيء. هذا ما له علاقة بالعبودية. إن الكرامات يخجل الولي منها كما تخجل المرأة في طمسها. السمة العامة لكراماته، أولا التواتر. يعني رجل مثل الشيخ أحمد إذا قلت هالكرامة مصححة وهي مو مضبوطة وكذا، بيضل عنده ألوف ألوف من الكرامات غير اللي نفيتها، التي هي كالبحر الفياض وتدل على ثبوت ذلك ثبوتا قطعيا عنه لا مرية فيه. مو مثل رجل صارت معه خارق مرة بحياته بيتمسك فيه بخاف حدا ينفيله يا. هذا التواتر. الكثرة، يعني الكرامات كانت متلاحقة في اليوم الواحد عنده. وأنا سمعت من والدي رحمه الله تعالى أنه يأتي الرجل الغريب بيقول لهم: أنا الشيخ أحمد عمل معي كذا كذا، يعني كرامة معينة. بيقول لي والدي لما يحكي هذا الكلام أنا بنتبه أنه نحن بمجالسنا معه هالشغلة صارت مثلا 10 مرات أو 20 مرة، لكن كنا ما ننتبه لها لأن صارت الخبز اليومي لنا. لما يجي الرجل ينبه على أمر من هذه الأمور بيتذكر والدي أنه هو مثلا مرق معه 20 أو 30 من مثل هذه الكرامة. فكراماته كثيرة جدا. وأيضا من سمات كرامته التنوع، يعني ما بتحسن تحصرها بباب واحد انه فقط في ابراء المرضى او فقط مثلا في الكلام على الخواطر او فقط في كذا، متنوعة، وكأنها تفسير لقوله تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم. وايضا من سمات كرامته السرعة والبداهة. ما تحتاج، ما بدأ وقته، لا بدأ دعاء نص ساعة ولا على البديهة، إنه خلاص مش الحال. عارف كيف؟ وأنا ذكرني نفسه هذا الشخص اللي فات وشاف رجل عم يحكي هو لابس شروال، نفس هذا الشخص كان هو ضابط في الجيش ومحكوم عليه بما يشبه الإعدام، ودخل دلوه على الشيخ أحمد وقال له: خلاص انت امرك، انت خلاص كملوا لنا الدرس، يعني بدك تكمل. هداك بده انه يقعد يدعي، يقعد مع البديهة. واظن هذا ينبغي ان يجعل عندنا ذوقا في التفريق بين الكرامة التي يذكرونها في باب الخوارق وبين الشيء الذي يذكرونه عون للمؤمن. يعني كثير ناس ممن يجري على يدهم خارق هو لا يعد كونه عونا من الله تعالى، انه هذا اعد دعا ولجأ الى الله، الله سبحانه وتعالى استجاب له. لازم يكون عندنا تفريق بين هذا الجانب وبين جانب الكرامة، وهذا ممكن لمسه تماما في كراماته رحمه الله تعالى، لان كلك على السرعة. ايضا من سمات كرامات التحدي في بعضها، يعني في كثير من كراماته فيها تحدي. فلذلك أنا شخصيا لا أفهم المعنى الذي يقصده
العلماء عندما يقولون أن المعجزة مقرونة بالتحدي بخلاف الكرامة. في كثير من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم حصلت بين أصحابه، ما كان في أحد عم يتحدى، وفي كثير من كرامات شيخنا وغيره كانت على التحدي. وطبعا للخلق الذي ذكرناه عنه كان يحاول تغطيتها دائما، بيحاول يغطي الكرامة. يعني مثلا بيقولوا انه بيحكي بالدبكة، هو محتاج انه يخرج ذلك ويحكي فيه؟ لا، هو ليس محتاج، وانما يفعلها للفكاهة حتى يشغل الناس بشيء عن حقيقة تلك الكرامة. كان يحاول دائما تغطية هذه الكرامة ما استطاع. من أشهر كراماته شفاء المرضى، هذا الشيء كان معروف عنه بشكل متواتر جدا. نعم، ولذلك قيل عن بيته إنه مشفى للأبدان والأرواح والعقول. كل واحد عنده مشكلة بشيء كان يؤم ذلك البيت. أيضا من كراماته إحياء الموتى. أنا شخصيا أعرف ثلاث قصص، ما بعرف أكثر من ثلاثة. القصة الأولى راويها رجل واحد، ما شاف إلا رجل واحد، وكل من رواها عن ذلك الرجل. وهذا الرجل أنا أدركته، كنت صغير في السن، كان يخطب في جامع نافذ أفندي، بس أنا ما سمعت منه. الشيخ عبد الرحمن الخالي اسمه، هذا ابن أخوه لرجل كبير من كان يقال إنه قطب الشام، اسمه الشيخ عبد القادر الخالي. وعندما توفي، وهذا رحمه الله تعالى ما كان عنده أولاد ذكور، كان عنده ابن أخوه، وكان ابن أخوه أفكاره سلفية وهابية. ليش؟ لأنه يرى، كان عمه من أهل الجذب، يقولوا عنه ولي، وهو بيتصرف هذه التصرفات مثل تصرفات المجازيل. هذا كان اعتقاده. فعندما توفي الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ عبد القادر، وربطوا له وجهه وحنكه، وكان نساء في غرفة ثانية، وهي أنا سمعتها، مثل ما كل الذين رووها عن الشيخ عبد الرحمن الخاني، وأنا سمعتها من الشيخ حسين خطاب ومن غيره، سمعتها من كثير من الناس. قرع الباب، فخرج ليفتح، كان في رجل ملثم لابس سلوك. قال له هون الشيخ عبد القادر؟ قال له مات الشيخ عبد القادر. قال له أنا بدي أشوفه. دفش هيك الباب ودخل. فلما وصل للديار، أرض الديار، في ظهر شباك على الغرفة اللي موجود فيها الشيخ عبد القادر، الشيخ عبد القادر فك الرباطات وجلس. هو بيقول عن نفسه هذا الشخص، أنا ما تمالكت نفسي، سقط بالأرض، وقع من هول ما رأى. دخل هذا الرجل الملثم وتكلم مع الشيخ عبد القادر وكذا. لما خلص الكلام وخلص كل شيء، الشيخ عبد القادر رجع تسطح وربط حاله، وهذا الملثم طلع. بيقول لما بده يطلع برات باب صقاء، انا ملكت عدلي، انا رجعت، يعني رجع لي وعي، ذهل هو مما راى. فلحقوا لبرا، وينك ساعه كذا، سحب له السلوك، طلع سيدنا الشيخ احمد. قال له روح قول للناس يقولوا عنك مجنون. نعم. القصه الثانيه حصلت في بيت الشيخ امين التكريتي الذي ذكرناه انفا رحمه الله تعالى. كانت امرأة تزورهم في البيت، ولأجل القدر توفيت عندهم، وأحرج الشيخ أمين كثير، أنه كان مع أساور ذهب وكذا، خاف أنه أهله يتهمونه بشيء. وكان الشيخ للمصادفة موجود عندهم، قال له بسيطة، قرأ شيء في أذنها، قامت، قال له يلا دغري البسي، لبسها ومشاها، مشي معه، وصل للبيت، كملت هنيك. وفي قصة ثالثة لمتعيش، كان عنده دابة يتعيش عليها ببيع سلع عليها، وطبعا بالنسبة له هي المال والرأس مال. فلما ماتت أتى باكيا إلى الشيخ،
كمان راح قرأ شيء وقال له دغري بيعها هي لا تخليها عندها. من كراماته الانفاق من الغيب. طبعا بيجوز واحد منا يسأل يقول هو مشان هيك كان جواد لأنه في انفاق من الغيب، هذا كلام مو صحيح أبدا. هو كان الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الكرامة لأنه كان بما في يد الله تعالى أوثق منه مما في يده. الانفاق من الغيب، أذكر في ذلك أنه أحد تلامذته دهش لما ينفقه الشيخ، قال يا ترى الشيخ منين بيجي هذا المال كله؟ فرأى في الرؤيا أنه في دار الشيخ وأرض الديار عم ينزل عليها ثلج، وكل واحدة قبل ما تصل على الأرض عم تصير 100 ليرة سوري. هكذا رأى في الرؤيا. فلما أتى في صبيحة ذلك اليوم إلى الشيخ ابتدى. من كراماته الصلة بالأولياء، كان على صلة وثيقة بالأولياء. طبعا كل من يعرف الشيخ عن كسب يعرف انه هو صلته الكبرى بالشيخ الاكبر رضي الله تعالى. لذلك انا بذكر قصتين على هذه الصله، بحكم شوي. القصه الاولى عندما تزوج الشيخ، وعلى عاده الحموات ونساء العصر الحمايه ظاهر حردت المراه الى البيت، فالحمايه ليلتها بتشوف الشيخ الاكبر في الرؤيا. لو ليه انت شلون هذا حرتيه للمراه؟ بلبص لك عيونك التنتين، بكره الصبح بترجعي له اياها. فما عدا الفجر عم تدق على الباب تقبرني، والله ما لي عرفانه انه انت ولي. القصه الثانيه انه كان في مفتي بغداد القيسي له اشكالات على كلام الشيخ الاكبر، وارسل الى الشيخ هنا لكي يرد على هذه الإشكالات. والله يرضى عن الشيخ رد بأجوبة باهرة جدا، لكن قال لوالدي، قال له أنا خطي ما حيفهم عليه لأنه هو يتعلم الكتاب على كبر، قال له ما حيفهموا على خطي أنت بيضه. فبيضه والدي به كي ترسل إلى ذلك الشيخ. قال له الشيخ الأكبر ما بيروح لك إياها، فليت والدي يرى في رؤيا شيخا ومعه قبض الذهب يعطيه لوالده. ايضا لو سلم سيدنا عبد القادر الجيلاني، وما يخبرني ان انا سمعت من فم الرجل الذي سافر، كان عنده سفر الى العراق وطلب من الشيخ الدعاء وقال له تعال معي، وخاطب مباشره سيدنا عبد القادر الجيلاني ندير باله عليه. وليلتها هذا الرجل شاف رؤيا سيدنا عبد القادر حاضنه بحضنه، وشاف كمان البضاعة التي سيبقى فيها. طبعا صلته بالشيخ رسلان كمان ظاهرة، وأظن أنه عمرت المنطقة بعد دفنه في ذلك المكان. وله صلة أيضا بسيدنا عبد الغني النابلسي في قصة مشهورة جدا، عندما أنكر عليه كتابه سيدنا عبد الغني النابلسي هو رمى الكتاب عند، قال له إذا كان هذا كتابك دافع عنه. هذه قصة أيضا مشهورة من صلته بسيدنا عبد الغني النابلسي. أيضا من كراماته مراقبة تلاميذه، قالوا عنه أنه كان يربي قلوب تلاميذه في حالة النوم. وفي قصة أنا سمعتها من الشخص الذي حصلت معه هذه القصة، أنه دخل على بيته في حالة ظلم كان ورعب، نسيت من إيش رعب، رعب رعبة كبيرة، وصرخ على البديهة يا شيخ أحمد، فوجدوا مباشرة وراءه حافيا. قال له يا ابني هيك كل ما بدك دغري تجيبنا بهالسرعة هاي. نعم، هذا من مراقبته لتلاميذه. وأيضا في قصة مشهورة أيضا عن واحد من تلاميذه كان باسطنبول وانقطع عن المال، تحويل ما حولوا له المال.
مال وقالوا له زوجتك جاي، هو طلب انه يحولوا له مال ويأخروا مجيء الزوجة حتى تتأمن الأمور، قال لا زوجتك جاي والمال متأخر شوي. فالشيخ في نفس الوقت في الشام قال لهم بعده هيك هذا فلان بمأزق الآن. بعد 5 دقائق قال له لا الله يرضى عليه، فلان قد أعطاه مالا، هذا من مراقبته لتلامذته، هذا باسطنبول كان من الشام لاسطنبول. نعم. في له أيضا كرامات بعد الموت، كمان في واحد من تلاميذته لوحق من قبل أشخاص أشرار وصاروا يتابعونه على التليفونات وفي المنزل وفي البيت وفي المحل، بحيث أنه ما عاد جرأ أن يخرج من بيته، ونام مهموما في ليلة من الليالي وشافه ولا شيء، قال له شبك؟ قال له شو شبني مالك شايفه شو عم يساوي كذا؟ قال له وينك لا تخاف أنا ما بتركك لا بالدنيا ولا بالآخرة. ويقسم بالله ذاك الرجل انه هذاك يوم وهذا يوم ما عاد حدا سأل عنه ابدا. في قصة اخرى، احد اقربائنا توفي ابوه، هذا الرجل كان رقيق، فكل ليلة يضع رأسه على الوسادة ويبكي يقول يا ترى ابي وين صفيان، بده يطمن على ابوه وين صفيان. بقي 40 يوم على هذه الحالة. في اليوم 41 تجي لعنده زوجة الشيخ، كانت على قيد الحياة رحمه الله تعالى، بتقول له الشيخ أحمد بيقول لك أبوك عنا لا يكن لك فكر. هو أبوه اسمه بدر الدين، فزوجته خربطت، أول يوم راحت لبيت الشيخ بدر الدين، قال له لا مو بيت الشيخ بدر الدين، بيت الثاني، هذا بيت فلان، بين لي. وايضا ما حصل مع والدي قبيل وفاته، رأى الشيخ قال له نحن صببنا القهوة وبانتظار مجيئك، هي شافها قبل وفاته بيومين ثلاثة، فوالدي ضبضب كل شيء وحتى بالحساب حط ممدوح النص انتهى، ايوه حضر حاله على الاخير لما رأى هذه الرؤيا. ومن كراماته الكلام على الأحداث السياسية الحاضرة والمستقبلية، وكأنه من أهل التصرف في الكون، كان من أهل التصرف. ومن القصص، في قصة فادونا فيها أمس عن الشيخ حمدي العرابي، هو ما زال على قيد الحياة، أنه كان في الحج السفينة التي كان فيها كادت أن تغرق، وهو رأى نسرا كبيرا قد أتى، لما قرب شاف الشيخ أحمد الحارون أخذ هذه السفينة إلى شاطئ الأمان، وحصلت النجاة للسفينة. وكان الشيخ من قبل 20 أو أكثر من 20 سنة من حصول الوحدة بين سوريا ومصر يتكلم عن الوحدة وعن الانفصال بعدها، كان يتكلم في مجلس عن المدة كمان، عن المدة. أيضا من كراماته الصلة بالبرزخ، صلة بعالم البرزخ. شلون يعني الصلة بعالم البرزخ؟ يعني مرة كان مدعو إلى حفل كتاب، وكان في تلميذ من تلامذته لحاله ما عنده حدا في البيت، أراد أن يعطي، قال له سيدي أنت رجل دائما عندك ضيوف، خذ هي الملبس، صرت ملبس، أنا ما عندي حدا. قال له لا، الليلة بيجيك الضيوف وتضيفهم منها. فهذا الرجل كان بالأوتيل نازل، استنى بصالون الأوتيل 10 11 12، سكر ما اجى حدا، طلع لفوق ونام بغرفته. شاف بالليل، رأى بالرؤيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر دخل غرفته، فهو قام دغري مشان يضيفهم. قال له شيخك كفى، سيدنا أبو بكر قال له شيخك كفى ووفى. فلما دخل على الشيخ ثاني يوم قال له أنا شيخك بشهادة سيدنا أبو بكر. ومن صلته بالبرزخ أيضا، كان في شيخ أنا
بعرفه بس كمان ما جلس معه أبدا، اسمه الشيخ عبد الحميد القولي، كان إمام بجامع نافذة فندي، روالي أبو عادل الكردي وما زال على قيد الحياة عن هذا الشيخ أنه رأى في الرؤيا أنه دخل بيتا واسعا قاعة كبيرة، فالتفت إلى اليمين وجد شيخ من أكابر الأولياء كان اسمه الشيخ عبد الرزاق غلى الحليب، فأراد أن يسلم عليه، فقال له، أشار له إلى صدر المجلس، قال له سلم على القطب الغوث الفرد أحمد حارون، فالتفت، عفوا، قال له سلم على القطب الغوث الفرد، فالتفت إلى صدر المجلس لقى الشيخ أحمد الحارون جالس. فالثاني يوم من بعيد ندهله بسوء الخياط، يا قولي شو شايف امبارح انت؟ نعم. هذا انا ما اجملته على الكرامات، بجوز قصرت، لان كل واحد ممكن اكيد حافظ قصه بيقول هي القصه اهم القصص وهو ما ذكرها، بقى لا تاخذوني، هذا انا اللي اجملته، طولت عليكم يمكن، في معي وقت لما خلص؟ ايوه والله اخلصهم بسرعه معلش احسن لما والله ما في كثير سيدي عن العلم، انا لاني جاهل ما بعرف كثير عن العلم، يعني كلها كلمتين سيدي، ما ايه امرك سيدي، نقف هنا يعني لا تؤاخذوني على ما تكلمت مما لا يليق بهذا المقام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.